لم يكن الحادث إرهابياً، لكنه بلا شك أفزع ركاب طائرة الميدل إيست الآتية من فرانكفورت نهار الجمعة المنصرم. فبعد 15 دقيقة من الإقلاع من مطار فرانكفورت، عادت إلى قاعدتها الأساسية مجبرة لكن سالمة. وهذه تفاصيل الحادث الذي حصلت الجديد على مشاهد منه من داخل الطائرة. فبعد إقلاع الطائرة، قام أحد الركاب بضرب شخص يجلس بجانبه بعنف، ما أثار حفيظة الركاب الآخرين. وعندما بدأ الهمس في الطائرة، سرعان ما وقف هذا الراكب وبدأ يكسر كل ما يجده أمامه، فحطم شاشة التلفزيون وبعض الأمتعة، وبدأ يصرخ بعبارات متطرفة، إحداها أنا النبي وأنتم يهود وأنا سأفجر بكم الطائرة. ثم بدأ يقول أنه سيفجر نفسه بطوائف ومذاهب معينة في لبنان. عندئذ تدارك الرجل الذي بجانبه الأمر مبررا أنه ابنه وأن شيطانا تلبسه، ولذلك قرر المجيء به إلى لبنان لمعالجته، وقام بضرب المرأة التي كانت تجلس بجانبه أيضا بعنف. وعندما لم يستطع الطاقم السيطرة عليه والتعامل معه، تدخل عدد من الركاب وتساعدوا على تثبيته أرضا، وصادف وجود طبيب في الطائرة فحقنه بمهدئ. لترجع الطائرة إلى المطار، وقد أتت فرقة كوموندوس وسحبته منها. عندئذ طلب الركاب منهم أن يأخذوا الرجل والمرأة أيضا بعدما تجنبا النزول، وبعدما اعتقد الركاب أنهما يزعمان هذا الأمر، وفي القصة ما هو أكثر ريبة. ويكمل أحد الركاب أنه في أثناء نوبة هذا الرجل أراد علبة سجائر، فطلب الأخير منه المال ليشتريها له من المبيعات، فأعطاه ورقة شجر خضراء من جيبه تفوح منها رائحة عطرة، فقال هذه لآدم وحواء وستكون معي في الجنة. إنسان الحاج حسن هون سيطر على وضعه وقبض على إرهابي بالطيارة. يذكر أن هذا الشخص كردي ويحمل جواز سفر ألماني، وقد أصبح في عهدة السلطات الألمانية، ولم يصدر بيان من طيران الشرق الأوسط لتوضيح ملابسات الحادث.